بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم في موضوع جديد، اختزال مركبات النيترالات والنيترو. النيترالات اللي هي السي ان، والاكزيمات اللي هي ار 1 ار 2 سي دبل بوند ان او اتش، اسمها اكزيمات اوكزايمز. دي برضو هو مكتبهاش في العنوان بس هي تبعهم يعني. والنيترو الار ان 2 دي بيقول لك بتتحول ببساطة وسهولة بالهدرة الى برايمري اند سكندري امين، امينات اوليه وثانويه. هدرجه مركبات النيترو تحدث بسهوله جدا لانها اول جدول زي ما احنا قلنا، وبسرعه كمان اكتر من الاوليفينيك دبل بوندز، من دبل بوندات الاوليفينيه لا الاليفاتيه يعني. المختزلات الشائعه مثل الراني، الراني نيكل والباليديوم والبلاتين، اعتقد دول المنتشرين في السوق يعني اكتر حاجه تستخدم كعوامل حفز. والاختيار منهم ان انا اختار انا واحد فيهم بيتم على بناء المجموعات الاخرى الموجوده في المركب يعني. يعني كل مركب ليه حساسيه لواحد منهم. طيب في مثال مهم جدا جدا على الهدرجه بالبلاديوم. هنا البلاديوم هيعمل ليه دورين في التفاعل قبل ما نتكلم ونشرح يعني. ليه دور لما احطه مع هيدروجين في الاول خالص، ده عمليه هيدروجينيشن. في دور في الاخر خالص هنشوفه، ده غريب جدا، ان انا بحط البلاديوم على الكربون بس من غير هيدروجين، ده بيعمل عملية دي هيدروجينيشن، بسحب هيدروجينات. طب نشوف المثال ده. المثال ده ليه تطبيق صناعي جدا، ان هو بحضر منه المركب مهم جدا اسمه الكيلو الكينولين 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 تحديدا، انا اسف، الايزو كينولين. انا عايز احضر الايزو كينولين. الكينولين، طب احنا نتكلم، ما هو الكينولين المركب بشكل عام كده اهوت، ده كينولين اللي هو الانايه بتبقى زي في الميتا بوزيشن زي كده زي البيدين، ده اسمه كينولين عادي، كينولين عادي ده يعني مش بيهمني اوي، اسمه كيونولين يعني. ده كينولين عادي، كينولين عادي، خلينا في الاسم كده اهو، ده كينولين عادي لان هنا. طيب انا المهم عندي بقى في التحضير ان انا عايز احضر مركبات اسمها الايزوكينولين. الايزوكينولين لان ما بتبقاش هنا، بتبقى على الميتا بوزيشن زي كده في الحلقه بتاعت اللي هي البايو نفسانين يعني. ده تيو سايكليك كومباوند، تيو سايكليك كومباوند اسمه ايزو كينولين، ايزو كينولين. ده مهم جدا صناعيا. طيب نشوف هو يعني ده المثال ده فيه مراحل كتير جدا. نشوف اول مرحله ان انا بجيب الماده الخام بتاعتي اللي هي اسمها بارا نيترو ستيرين. بارا نيترو ستيرين، ادي الستيرين اهي حفظناها ستيرين، وادي النيترو اللي طالما استرين هي الاب، يبقى الالفا والبيتا ليها يعني، ادي الالفا بتاعتها الكربون اهي، وادي البيتا النيترو على البوزيشن بيتا بتاعها بارا نيترو استرين. هعمل لها هيدروجينيشن بالباليديوم على الكربون، باليديوم على الكربون هو الستار بتاع التفاعل ده او الشغل بتاعه كله، الباليديوم عند 25 درجة في حالة الجو في وجود ايثانول عادي جدا وشوية حامض كبريتيك مايت نار، اهو في درجة حالة الجو العادية وجود ايثانول، باليديوم على كربون، باليديوم على كربون بمنتهى البساطة جدا. بيديني هحضرج حاجتين، هحضرج الدبل بوند تمام قوي، وهحضرج الامينو النيترو هحولها الامينو بالمنظر ده، شيء في منتهى البساطه. بس هو انا هحضر حاجتين، الدبل بوند والنيترو، ودي سماها بارا فينايل ايثايل امين، بارا فينايل ايثايل امين. طب ثواني، هنا الاب بتاعي اسمه ايثايل امين، ايثايل امين، ادي ايثايل امين اهو، ايثايل امين، ايثايل امين. طيب طالما الايثايل امين يبقى العد هيبقى عامل ازاي؟ العد هون الفا ودي بيتا، يبقى مجموعة الفينايل شابكة في انهي كمستبدلة شابكة في البيتا كربون، يبقى دي
بايو فينايل ايثايل امين، وهي دي المادة الخام اللي احنا بنبتدي نصنع منها الايزو كينولين اللي انا عايزه، اللي انا عايز اصنع منها الايزو كينولين. طيب، وادي الايزو كينولين اهو اللي انا عايزه، ده الايزو كينولين. بقول لك هذا الناتج هام جدا في تحضير ايزو كينولين عن طريق تفاعل اسمه ايه، بيشلر نابليسكي، مرة اكتبها بي خفيفة مرة تقيلة، بيتشلر حط لام هنا بس، بيتشلر نابليسكي. طيب، بيقول لك في التفاعل بيتشلر نابليسكي ده حيث انه يكون مصاحب بالهدرجة المحفزة كالاتي. البيتشلر نابليسكي نتكلم عنه معلومة كده، البيتشلر نابليسكي ده reaction is an intramolecular، يعني ايه؟ يعني ده تفاعل بيتم جوه الجزيء نفسه، intramolecular electrophilic aromatic substitution reaction، تفاعل تبادلي اروماتي محب للالكترونات، محب للالكترونات. يعني من الاخر كده، واحده من الدبل بوندات بتاعه حلقه البنزين اللي هي اللي هتهجم وتقفل السايكلايزيشن، تعمل سايكلايزيشن. بيقول لك ذات الاو فور سايكلايزيشن، اهو بيسمح بعمليه التحلقن او ان هي الجزيء يتقفل على نفسه، اوف بارا رايل ايثايل امايدز. يعني الماده دي مش بتاعتي، مش هتبقى الماده الخام الاولانيه دي، ايه دي؟ بايا اهي، دي بايا ازايل اهي، او فينايل يعني ايثايل امين. لكن هنا هو عايز ايه؟ بيتشلر نابليسكي ده عايز بايا ازايل ايثايل امايدز. امايدز، خد بالك من كلمه امايدز دي، يبقى لازم في خطوه بدائيه هعملها عشان احول الامين الاولي ده الى امايدز. طب نتكلم بقى عن ايه بيتشلر نابليسكي، النقاط الهامه فيه. اول حاجه طبعا انا عندي امين، لا انا الامين ده انا عايز احوله امايد، يبقى هضحي بهيدروجينه من الهيدروجينات اللي على الان، واشبكها في سي دبل بوند او ار، لان انا عايز امايد. طيب، يبقى دي حامل عمليه اسيتاليشن اوف بارا فينايل ايثايل امين اللي انا عملته من هدرجه البارا نيترو ستيرين دوت، تو كونفيرس تو بارا فينايل ايثايل امايدز، اللي هي عن طريق التفاعل هفاعلها مع ببساطه جدا مع اسيد كلورايد، ادي ار سي او سي ال. طبعا احنا عارفين الار دي ايه، مجهود نشط جدا، فايه هشيلها واشبكها مع واحده اتش، طبعا هو هيصدق يطلع اتش سي ال وهيديني الامايد. تاني حاجة هيحصل بقى الالكتروفيليك اروماتيك سبستيتيوشن رياكشن، الكتروفيليك اروماتيك سبستيتيوشن رياكشن هنشوفها ازاي برضه، وهيحصل سايكلايزيشن تيكس بليس، هيحصل التحلقن، و المادة اللي هنا لازم هعمل عملية ديهايزيشن، يعني نزع مية عن طريق فوسفورايل كلورايد اللي هو بي او سي ال 3 بو سال 3 بي او سي ال 3 بو سال 3 بو سال 3 is dehydrating agent is dehydrating agent. طيب، البارا الرايل ايثايل امايدز ده هو ده اللي هعمل منه عمليه التحلق. طيب، نشوف الميكانيزم كده ونركز جدا جدا، هو ميكانيزم بسيط بس احنا ايه نحاول نركز فيه. اول خطوه زي ما قلنا بارا نيترو ستيرين، احنا شرحناها قبل كده بس نعيدها تاني، بارا نيترو ستيرين عن طريق الهيدروجين، في وجود الهيدروجين والباليديوم هيديني بارا فينايل ايثايل امين، بارا فينايل ايثايل امين. لكن ده ما ينفعش برضه في التفاعل بتاع بيتشلر نابلديرسكي. طب وبعدين شوف الخطوه رقم 2، هجيب الفينايل البارا فينايل ايثايل امين دوت واحط له اسيد كلورايد ار سي او سي ال، ار سي دبل بوند او سي ال، هطلع اتش سي ال، هضحي بهيدروجين هنا مع ال HCl كده واشبكهم في بعض،
اسمها عملية اسيتايليشن. اسيتايليشن انا تحولها من بارا الايل ايثايلاماين، اللي احولها الى حول البارا الايل ايثايلامين، احولها للبارا الايل ايثايلاماين. طيب كده حولتها اهي، ادي شلت هيدروجين وحطيت مكانها المجموعه اللي هي بتاعه الاسيتايل اهي، اهي ار سي دبل بوند او، وفي شبكه في الان اتش، دي مجموعه الامايد اهي، دي مجموعه الامايد اهي، ان سي دبل بوند او اهي مجموعه الامايد، ان سي دبل بوند او دي مجموعه الامايد. حلو قوي قوي قوي. دي الماده الخام بتاعتي اهي. نبتدي بقى تفاعل اللي هو بيتشلر نابلسكي. هتعمل ايه بقى؟ ادي ادي الماده اهي بتاعتي اهي، هفعلها معايا مع الديهايدريتنج ايجنت، مع الديهايدريتنج ايجنت اللي هو بوتال 3. ادي بوتال 3 اهو، ايه اللي هيحصل بقى؟ اللون بيض دايما، اي شارد في الدنيا يقول لك ابحث عن في الكيمياء يقول لك ابحث عن اللون بيض. طب النيتروجينة اللون بيض الشيطان هيوزع، هيقول لك عايز استقل واعمل رابطه هنا، تقوم الرابطه بتاعت السي دبل بوند او تروح تهجم على، تتفتح طبعا ناحيه الاوكسجين، تروح تهجم على البي، هتعمل رابطه ايه ما بين البي والاو. طب البي عيني عشان ايه؟ هو عايز يعمل رابطه جديده، فهيضحي بواحده من الكلوريدات بتوعه، يطلع ندل ويطلع كده. بس يعني ربنا هينسى في الكلوريدات دي وهنخليها على جنب دلوقتي، لان هيبقى ليها دور بعد كده، يبقى لها دور بعد كده. طيب ادي ال ان اتش اهي، عامل الدبل بوند مع السي وكل حاجه زي ما هي زي الفل، وادي ضبط اتكونت اللي هي بتاعه الاكسجين والفوسفور اهي، ويعني الفوسفور، الفوسفور بقت معهاش غير 2 كلوريدات، يبقى المكان معاها 3. وادي ال ان اهي بقت موجبه، ال ان بقت موجبه لانها عملت 4 روابط، واحده مع الاتش، وادي رابطتين، وادي رابطه من فوق. بقول لك المركب ده هيعمل ايه بقى؟ هيعمل ريزونانس، عايز يستقر. الاشاره دايما بتبقى مؤلمه، الاشاره المركزه مؤلمه، يعني دايما بتبقى سخنه، اشاره موجبه وسالبه، فلازم يحذفها، يحذفها للكربون شويه، واللي هو الكربون يحذفها للنيتروجين شويه، بحيث ان هو يستحمل الوضع. طيب هتتكسر الدبل بوند، الالكترونات السلبه هتروح تكسرها كده اهوت، ناحيه الكربون هتعادل بقى، هي النيتروجين تطفي الشحنه، والكربونه هتبقى هي الموجبه كده اهوت، الكربونه هي الموجبه كده اهوت، ده كاربو كاتيون اهي، ريزونانس ستابلايز. طبعا انا نسيت اقول ان ده اسمه كده ايه، ان دبل بوند ار ان دبل بوند كده سي، اسمها ايماين. ادي كونت الايماين اهو، ادي كونت الايماين. حلو. وبعد ما كونت الايماين ايه اللي هيحصل؟ عملت كاربو كاتاين، كونت كاربو كاتاين. حلو قوي كده. ده كده ايه يعني، احنا تقريبا احنا كده في ذروه الاحداث. يعني فين بقى عمليه النيوكليوفيليك سبستيوشن بقى يا معلم؟ هقول لك انا. بص يا سيدي، ده كربوكاتيون موجب، وفي دبل بوند هنا بنت حلال موجوده، الدبل بوند نفسها هتهجم هي على الكربوكاتيون، حصل السايكلايزيشن، سايكلايزيشن، سايكلايزيشن. واحده دبل بوند تقفل الحلقه على الكربوكاتيون، وتبقى هي كربو كاتيون. ايه اللي هتبقى كربوكاتيون؟ هي الحلقه نفسها وباقي المركب طبعا، الاو زي ما هي، والبي الفقيره اللي بقى معاها 2 كولايز زي ما هي، وكل حاجه زي ما هي، حصلت عمليه السايكلايزيشن، وصلنا لهذا الدرجه. هنا بس حطها اسم هيدروجينه طالعه من ال من تحت الحلقه الجديده كده اهوت، هنا ديت هيبقى ليها دور انا عايزه. طيب طيب يا سيدي، الهيدروجينة دي في هنا ايه موجبة، وهنا في كلوريدايه سالبة كانت موجودة. طب نشوفها كده الصفحة اللي بعديها اهي،
فاكرين الكلوريدات اللي احنا قلنا ربنا هينصفها لان البي او طلع ندل، البي او سي ال سي دي البي او سي ال سي طلع ندل وسابها، او ربنا نصفها وهيعوضها وهتاخد هيدروجينه ويطلع ان هي ناقص اتش سي ال هي وزي الفل، وتتقفل الحلقه الاروماتيه مره تانية لان الاروماتيك دي كنز ولازم نشوف له حل، فلازم يتقفل. قفلنا الحمد لله حلقه البنزين تاني و100 فل و10، وعدلنا الاشاره الموجبه وطلع اتش سي ال و100 فل و14، ادانا مركب عامل زي كده اهوت. ادي حلقه البنزين اتقفلت اهيت وبقيت زي الفل، وادي ال ان اتش اهيت، وادي ال دلوقتي خد بالك عشان هيحصل كذا خطوة. واحدة من السي ال ديت هتقلد السي ال اللي ربنا كرمها وطلعت وعايزة تطلع ب اتش سي ال. طب حلو قوي كده، البي هيبقى عليها شوية. الاو هتاخد الضبطة الاكسيدات الضبطة وتقفل هي كمان على الفوسفور ده. طب ايه ده؟ طب وبعدين؟ والضبطة دي هتيجي تقفل هنا، يعني هنعمل دبل بوند كده اهوت هنا. يبقى انا عملت كذا خطوه في وقت واحد اهي، هطلع اتش سي ال من كلوريدا من البي سي او سي اللي هو فضل يتفاقل واحد ورا التاني، وعملنا دبل بوند على النيتروجينه وكسرنا رابطه ما بين السي من السي والاو ديت، وعملنا الدبل بوند وعملنا الدبل بوند. هنعمل دبل بوند كده اهوت هنا، نعمل دبل بوند كده اهوت هنا، ودي هتقفل الدبل بوند هنا، والسي ال هتاخد الهيدروجين وتطلع بيها، هيديني مركب اسمه لا هو هنا مش هيديني ايزوكريونين يعني، لا هنا طبعا هيديني داي داي هيدرو داي هيدرو ايزو كينورين داي هيدرو نادرو كينورين. احنا شفنا الخطوات اللي اتعملت في النبريسكي بالبيتشلر النبريسكي اسف. طيب انا كده وصلت للي هو ايه يعني، في 2 هيدروجينات زيادة عايز اشيلهم. في خطوة غريبة جدا او تفاعل اسمه دي هيدروجينيشن، دي هيدروجينيشن ان انا هعمل ايه بقى، هجيب بلاديوم مع كربون احطه سك كده في الهواء، في الهواء مش هجيب هيدروجين ولا اي حاجة، مش هحط هيدروجين بدون هيدروجين. ادي التتر الداي هيدرو ايزو كينولين اهو، وفي تحت ايه ديريفاتيف، طبعا ده كل الديريفاتيف مش المركب نفسه، هيديني ايه، هيقفل الدبل بوند دي اللي فوق، الدبل بوند اللي فوق دي هتتقفل اهي، الدبل بوند بتاعت الان تحت ايه هيديني ايه ايزو كينولين ديريفاتيف، ايزو كينولين ديريفاتيف. ده اول مثال، وهو مثال صعب شويه في الميكانيزم بتاعه اللي هو بتاع بيشلر نابلسكي رياكشن. شكرا، وان شاء الله الفيديو الجاي نكمل موضوع الريدكشن بتاع النيتروجين كومباوندز.